ورغم تشتت القوى الكردية وعدم ائتلافها في تحالف معين، فإنها متفقة بخصوص المسائل الجوهرية بخصوص التعامل مع بغداد. القوى الكردية تؤكد على حصة الأقليم كانت تعود إلى 17%، وكذلك إطلاق رواتب موظفي الأقليم وإطلاق رواتب البيشمركة. كل ما نقترب من يوم الانتخابات يبدو أنه سخونة موسم الانتخابات تزداد، واهتمام المواطنين يكون أكثر، خصوصا بعد بدء الحملات الانتخابية للمرشحين، والأحزاب الكبيرة هنا أيضا بدأت. أنا أعتقد أنه اهتمام المواطنين يزداد يوما بعد يوم، ونحن نقترب من يوم الاقتراع. ولا ننسى أن لم أقل كل مشاكل كردستان، لكن أغلب مشاكل كردستان تحل في بغداد. لذلك نحتاج إلى فريق من النواب الأقوياء ذوي خبرة أن يكونوا متواجدين في بغداد حتى يستطيعوا أن يتفاوضوا، يتوافقوا مع الكتل السياسية. هول دين دائما دن بلا بولا نبدين ك لاني شبرزا ما ورا ولاني كهز دكين دتوانيت داكو تشيل ما فكان مامكا ودتوانيت ما فكان ما ما فد السوريا كان من لبغداد بدز بين يتو بو هوايه ود سينسر صندوق كان يدن دان ك او تشاني ك استهيا نيوان هريم وبغداد بكوتاي بيت ودلنياشين او تشانه بو كوتاي د لريتي مي بهزا كيما دنجي ام بيبدن بسنا نونراتي مامكن لبرلماني بغداد.